وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا عز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأبصرها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على طاعتك بغير رياء ولا سمعة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فذخ في قفاه إلى النار، ولا تجعلنا من القوم الغافلين. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويتلو حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى، واجعلنا في عبادك الصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقال له غدا في الآخرة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر واجعلنا فيه من المغفورين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل زكاتنا، اللهم تقبل عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.